بكل وضوح وصراحة يعلنها إيهود يعري معلق الشؤون العربية في القناة الإسرائيلية 12 على إسرائيل التدخل في الانتخابات النيابية اللبنانية لمحاولة الحد من نفوذ حزب الله السياسي. الطرق عديدة بحسب يعري، منها محاولة تأثير مع الأمريكيين والفرنسيين ودول الخليج في نتائج التصويت عبر المساعدة المالية والمساعدة المهنية للحملات الانتخابية والتوسط الصامت بين من يجدون صعوبة في تركيب لوائح مشتركة في مواجهة لوائح الحزب وكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق نجاحات لمعارضيه. يقرأ يعري في الوضع الداخلي اللبناني تراجعاً للتيار الوطني الحر لصالح القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع الذي يصفه يعري بكل وضوح بصديق إسرائيل في حرب لبنان الأولى، ويتحدث عن إمكانية ترشيح شخصيات سنية من أشد خصوم حزب الله بعد انسحاب سعد الحريري من المسرح الانتخابي، إضافة إلى ترجيحه إمكانية تصويت غالبية المغتربين ضد حزب الله استناداً إلى نتائج مشاركتهم الخجولة في الانتخابات الأخيرة عام 2018. ويتحدث يعري أيضا عن تنامي الاعتراض الشيعي ضد حزب الله في مناطق نفوذ له ولحليفته حركة أمل، رابطا هذه القراءة الانتخابية بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يقاسيه اللبنانيون في ظل الضغوط التي تمارسها دول الخليج برفضها مساعدة بيروت ماليا وتعثر محادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. يعتبر يعري هذا الوضع فرصة سانحة لاستخدام أسلحة غير سلاح الجو أو الكوميندوس، إنما في الكواليس هذه المرة، لأن هناك من يمكن العمل معه وما يمكن ربحه في مواجهة حزب الله. هي إذن فرصة سانحة ليخسر حزب الله وشركائه الأغلبية البرلمانية وفقا ليعري. في الواقع المام يعري بالوضع الداخلي اللبناني يبدو موازيا لما يعرفه سلاح الجو الإسرائيلي عن مسيرات حزب الله، تقريبا لا شيء.